على نجوم اف ام. اهلا بحضراتكم من جديد ورمضان الخير، ومعاكم عمرو الليسي، وربنا يقدرنا دايما ونلبي كل الطلبات اللي بتجينا وكل المكالمات يا رب. والله يا رب يقدرنا ونقدر نسعد كل الناس. والله الناس تستحق السعادة، وتستحق ان احنا نطبطب عليها ونحضنها ونمسح دمعتها ونقول لهم رمضان كريم عليكم. وفي انتظار تليفوناتكم على رقم 1006 نجوم افهام، في انتظار اتصالاتكم. ومعانا مكالمة تليفونية، ونقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ كل سنة وانت طيب، رمضان بخير. ازيك يا حاجة؟ كل سنة طيبة ورمضان كريم. الله اكرم، يحط عليك بخير يا رب، ويديك الصحة والعافية، ويعود عليك يا ستي. اتشرف بحضرتك. انا سيدة قمر محمد خليل. اهلا يا ست قمر، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منين يا ست قمر حضرتك؟ من محافظة بنشويس، مركز بيدا. اهلا وسهلا، اتشرفت جدا بحضرتك يا ست قمر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يعينك. اموريني تحت امر حضرتك، خدامك. الحمد لله، يطول عمرك ويبارك لك يا رب ويخليك. الله يخليك يا امي. والله العظيم وحياه ربنا، معايا بنت مكتوب كتابها ومش قادره دي حاسه. والله العظيم وحياه ربنا هي بيها عمر. صدقه والله، صدقه يا ستي، صدقه. إيه بنتك إيه بتشتغل ايه؟ طب قولي لي. لا ما فيش شغل، احنا ظروفنا صعبه يعني ومش متعلم. والدها بيشتغل موجود عايش؟ والدها موجود بس بعيد عنك، عيان بالكبد دي له من 2008، وقسما بالله وشكله من المفترجه دي. لألف سلام عليه. الله يسلمك. معدي فوق 63 سنه. ربنا يديله الصحه. وهي بنتك اسمها ايه؟ اسمها ايمان حسن احمد. اهلا وسهلا. وايمان مخطوبه ولا كتب كتابها؟ احنا كاتبين الكتاب من اخر 11 كده، والله العظيم من اخر 11 كاتبين. يا من اخر 11 ده احنا في شهر 5، ده احنا داخلين على شهر 6 خلاص. ده يعني ده فتره طويله. مثلا انت طيب يطول عمرك، كنا متفقين على شهرين ثلاثه لحد ابن اخويا مش غريب. انت حبيتي ما تجوزيها من العيله بقى، خدت ابن اخوكي. هنعمل بقى النصيب بقى. قال لي اطلقك. قلت له يا ابني ده احنا عيله فلاحين. يطلقها ايه؟ هو لحق يتجوز؟ ده هو لسه كاتب الكتاب. يعني مستعجل، يعني مستعجل. طب والموضوع واقف على ايه يا حاج؟ الموضوع واقف على الجهاز والله العظيم يا استاذ عمرو. يعني دلوقتي الجهاز لو جه ما يطلقهاش؟ لا طلقها، ندخلها بقى بعد كده. تدخليها بقى ما يطلقهاش. طيب وعايزه تجوزيها امتى؟ هندخلها بعد العيد بقى، ما انت كل سنه وانت طيب. رمضان بقى كل سنه وانت طيب. وانا بقول لك كل سنه طيبه، مبروك عليكي من رمضان الخير. بنقدم لك جهاز للعروسه عشان خاطر تتجهز، وعشان الراجل ما يطلقهاش. وحشتني كتير كتير، ده انا كنت بشوفك على طول، ده انا اتصلت كتير جاوي، ده انا بتصل من انت وانا بتصل عليك والله. ربنا يخليك يا ستي، ربنا مبروك. الجهاز مبروك عليك ان شاء الله. الايمان بنتك، ده من مؤسس واحد من الناس، وان شاء الله ربنا يتملها على خير. بس هتعزميها على الفرح بقى ولا ايه الاخبار؟ لا يا سلام، ده انت شيلك في عينيا وفي راسي قسما بالله. الله يخليك يا ستي. الله يخليك يا ستي. ربنا بحب اشوفك على التلفزيون وبحبك وبعزك، وليله ما ربنا واليوم المفترضه دي. كل سنه طيبه، وهيكلموكي من برنامج ان شاء الله عشان خاطر باذن الله يتفقوا معاك يبعتوا لك الجهاز ازاي ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. احنا والله ظروفنا صعبه يا بيه عامر، ظروفنا صعبه. ربنا يا رب يكرمكم ويفرج كربكم ويسهل حالكم ان شاء الله باذن الله، ورمضان كريم عليكم. وانت طيب. وان شاء الله هيكلموكي على طول، بمجرد ما هقفل معاكي الرقم ظاهر عندنا اهوت، وهنكلم حضرتك ونظبط معاكي جهاز. وسلمنا على العروسه، الف مبروك للعروسه. الله يبارك. رمضان كريم. ثانيه بس اسمح لي دقيقه. تأموري. اطول والله العظيم، اخوها الكبير متعوق بعد عنك، متخلف عقليا، وظروفنا صعب صعب، والبيت بتاعنا والله العظيم قسما بالله ورمضان الشريف المطر بتبهدل. بقول كل ده بقول الحمد لله، بس عايزه اسطرها لحسن. انا كل خلاص ان شاء الله، جهاز ان شاء الله هيبقى عندك ان شاء الله، وربنا يفرحك بيها ان شاء الله. طول عمرك. العنوان يعني اقول لك عليه؟ لا العنوان هيكلمك حالا دلوقتي حد من الزملاء، الرقم ظاهر قدامنا، هيكلموكي وهيظبطوا معاكي كل حاجه، وهنبعت لك الجهاز لغايه عندك. طول عمرك. تأموريني خدامك. ما تشرب منك ابدا. طيب يا ست قمر، السلام عليكم يا ستي. سلام عليكم.
دي زي ما سمعنا قمر او ست قمر ست يعني بنتها على وش جواز, وان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نجهزها ونجيب لها جهاز العروسة. وفي رمضان الخير ما تترددوش, كلمونا دايما ودايما احنا تحت امركم, ونشوفكم على خير بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. كلمونا على رقم 1006 للي عاوز يسيب رسالة. ان شاء الله احنا هناخد كل الرسائل بإذن الله هنسمعها, واحنا زي ما قلنا الكمبيوتر بيختار الرسائل بشكل عشوائي, وبرضو بنفتح تليفوناتنا على الهوى للي عاوز يكلمنا على الهوى. تابعونا يوميا طوال شهر رمضان على نجوم FM. رمضان الخير, ومعاكم عمرو الليسي. السلام عليكم.